أجدد الترحيب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في بغداد. هذه الزيارة هي تعبير واضح على عمق العلاقة بين البلدين والملفات المتعددة المشتركة والتي تصب في صالح الجارين. لدينا مشتركات دينية وثقافية واجتماعية وحضارية مع الجارة تركيا، وجوارنا التاريخي له أبعاد تربط الشعبين العراقي والتركي بصورة متميزة. سياستنا تقوم على تحويل التحديات إلى فرص مشتركة للنجاح والتكامل في جميع المجالات، وأيضاً اعتماد التوازن في المواقف، لكن لدينا مبادئ واضحة تنطلق منها في علاقاتنا مع الجميع، تقوم على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار. اليوم ولله الحمد جرى توقيع اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي يعد خارطة الطريق لبناء تعاون استراتيجي مستدام في كافة المجالات، وسينبثق عن هذا الاتفاق لجان دائمة للأمن والطاقة والاقتصاد، كما رعينا معا توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم في مجالات وقطاعات مختلفة. على مستوى ملف المياه، وقعنا اتفاقا إطاريا للتعاون بشأن المياه، يتضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات، وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيات الري الحديثة. هذا الاتفاق سوف يستمر لمدة 10 سنوات من دخول حيز التنفيذ، وسيكون كفيلاً بتحقيق إدارة مشتركة وعادلة للموارد المائية، وسيلمس أثره بشكل واضح أبناء شعبنا، وكذلك سيعود بالمنفعة على الجارة تركيا، إذ ليس من مصلحة أحد أن تتفاقم الأوضاع فيما يتعلق بالمياه وحصة العراق. نحن نرتبط بشريان واحد للحياة من المنبع إلى المصب. وفي سياق هذه الزيارة جرى اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم رباعية على مستوى وزراء النقل، تضم إلى جانب العراق وتركيا كل من الأشقاء في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة. هذه المذكرة تتضمن المبادئ الخاصة بطريق التنمية. طريق التنمية هو نهر اقتصادي يربط الشرق بالغرب، يمتد من العراق إلى تركيا ليستمر نحو أوروبا، مثلما أن نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا ويصبان في العراق. هذا المشروع سينقل المنطقة اقتصادياً ويمنحها أهمية مضاعفة، ويفتح المجال أمام تكامل غير مسبوق يعتمد النماذج الاقتصادية النابعة من حاجة أسواقنا المحلية وعلاقتها بالأسواق والتجمعات الدولية. هذا المشروع ليس مجرد طريق للنقل السريع والآمن واختصار المسافات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وتنموية كبيرة، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها، ومزيداً من التقارب فيما بينها، والمزيد من الشراكات في مختلف المجالات. فضلاً أن هذا المشروع سيدعم الأمن والاستقرار في منطقة هي بأمس الحاجة إلى عوامل الثبات والاستقرار. كذلك تطرقنا اليوم في مباحثات حول التنسيق الأمني الثنائي، والذي سيلبي حاجات الجانبين ويواجه التحديات التي يشكلها وجود عناصر مسلحة قد تتعاون مع الإرهاب وتخرق أمن البلدين، وكذلك وجود مناطق رخوة
تحتاج إلى المزيد من السيطرة والاستقرار في مناطق حدودية ومشتركة، فأمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ. التعاون بيننا مهم للأمن في المنطقة، ومعه ستكون العلاقة مثالية بين البلدين، حيث أننا ننطلق من الدستور العراقي ونتمسك بعدم السماح لأي قوة أن تستخدم الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مثلما نقدس أرضنا ولا نسمح بأي اعتداء على السيادة العراقية. أهمية زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان تأتي في وقت حساس وخطير تمر به المنطقة بسبب العدوان المستمر على غزة والأراضي المحتلة. مقدسات الشعوب الإسلامية لا يمكن إهمالها أو تناسي وجودها، والقدس رمز إسلامي بعمر الإسلام نفسه. لذلك فإن إهانة هذه المقدسات وقتل شعبنا الفلسطيني هناك يعد سبباً لاستمرار عوامل الصراع في المنطقة. لهذا نحث على إيقاف فوري للعدوان والسماح بإرسال المساعدات، كما نؤكد الدعوة إلى ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد. مجدداً كل الترحيب بفخامة الرئيس، وأهلاً وسهلاً بكم في بغداد. السلام. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد باشبكان، معالي رئيس الوزراء والسادة الوفود وانتسبوا الصحافة، أحييكم بخالص المشاعر والاحترام والمودة. تلبية لدعوة أخي العزيز، من حسن حظي وبعد زمن طويل أن أكون في بغداد، إحدى المدن العريقة في حضاراتنا. لقد جعلنا إخواننا العراقيون نشعر وكأننا في وطننا اليوم بكرم ضيافتهم وإخلاصهم ومحبتهم. وأيضا أود أن أشكر جميع الأشقاء العراقيين، خاصة رئيس الوزراء دولة الرئيس السوداني، على الاستقبال الحار الذي حظيت به مع الوفد المرافق لي. إن العراق بلد جار تربطنا به روابط تاريخية وإنسانية وثقافية مشتركة، وننسب إليه قيمة استراتيجية. وأيضا لدينا إرادة سياسية قوية لدفع علاقاتنا مع العراق إلى الأمام على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار مع مراعاة مصالحنا المشتركة. لقد أكدنا ذلك مرة أخرى خلال زيارتنا اليوم، وأعتقد أن زيارتي والاتفاقيات التي وقعناها قبل قليل ستشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات التركية العراقية. إن اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك التي وقعناها مع رئيس الوزراء تشكل خارطة طريق متينة، وبموجب النص قررنا إنشاء لجان دائمة مشتركة تضمن استمرار ومراقبة المفاوضات الفنية في العديد من المجالات، مثل الأمن، مكافحة الإرهاب، والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والبيئة والمياه العابرة للحدود والصحة، وأيضا التعليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصوص الموقعة حول العديد من المواضيع من الأمن إلى التجارة ومن النقل إلى الزراعة ستعزز الأساس التعاقدي لعلاقاتنا وتخلق فرص تعاون جديدة. وسنوفر التنسيق اللازم لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي وقعناها. أعزائي أعضاء الصحافة، في اجتماعاتنا اليوم مع الرئيس السيد رشيد ثم رئيس الوزراء السيد سوداني ناقشنا العلاقات التركية العراقية وفي نطاق واسع،
وكان التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب أحد أهم بنود جدول أعمالنا، وتشاورنا بشأن الخطوات المشتركة التي يمكننا اتخاذها ضد منظمة البيكاكا الإرهابية وامتداداتها التي تستهدف تركيا من الأراضي العراقية. ورحبنا بإعلان منظمة البيكاكا منظمة محظورة في العراق، وبهذه المناسبة شاركت مع نظرائي إيماني القوي بأنه بإعلانها رسمياً منظمة إرهابية فأن وجودها في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن، وهذا أيضاً من متطلبات الجيرة والأخوة فيما بيننا، ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم الذي ستحتاج الحكومة العراقية في كل خطوة تتخذها في هذا المجال. لقد شكلت توقعاتنا بشأن المكافحة المشتركة ضد منظمة جولان الإرهابية ثيتو أحد بنود جدول أعمالنا في هذا المجال. أزال حضور العراق وأحد شركائنا التجاريين الرئيسيين، نريد زيادة حجم تجارتنا الذي بلغ حوالي 20 مليار دولار عام الماضي إلى مستويات أعلى، وناقشنا الخطوات الواجب اتخاذها في هذا السياق مع رئيس الوزراء، وقمنا بتقييم ما يمكن القيام به لإزالة العقبات المصطنعة أمام تجارتنا، وتطرقنا إلى الأهمية الحيوية لمشروع طريق التنمية في تحقيق هذا الهدف، وقد عززنا تصميمنا على هذا التخطيط الاستراتيجي الذي سيسهم بشكل كبير في استقرار وازدهار منطقتنا برمتها، وخاصة العراق بمذكرة التفاهم التي وقعناها. نحن ندرك المشاكل التي يعاني منها العراق فيما يتعلق بالمياه، والحقيقة أن أزمة المناخ والجفاف تؤثر سلباً على العراق وتركيا وحتى على العالم أجمع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام الفعال للمياه عن طريق منع الهدر لا يقل أهمية عن كمية المياه. إن اللجنة دائما المشتركة التي أنشأناها ستعمل على تعزيز تعاوننا في مجال المياه على أساس عقلاني وعلمي ومع مراعاة مصالحنا المشتركة. ومن خلال اجتماعاتنا أكدنا مرة أخرى إرادتنا المشتركة لتطوير تعاوننا الحالي في مجال الطاقة والصناعة والصحة والتعليم والعلوم والسياحة وغيرها من المواضيع، وبهذا الشكل أكدنا إرادتنا مرة أخرى. أعضاء الصحافة الكرام، إننا نقوم اليوم بهذه الزيارة في ظل انعكاسات المأساة الإنسانية في فلسطين. إننا نبذل قصارى جهدنا لوقف إراقة الدماء في غزة، وناقشنا أيضا مع نظرائي آثار القمع الإسرائيلي والصراع في فلسطين على منطقتنا. لقد تشاورنا بشأن الخطوات المشتركة التي يمكننا اتخاذها. التطورات بين إسرائيل وإيران تزيد من خطر انتشار الحرب وتصاعدها، علاوة على ذلك فإن تلقي بظلالها على المجازر التي وقعت في فلسطين، كما أن أشقائنا العراقيين يتأثرون سلبا بهذا التوتر. وهنا أود أن أذكر جميع الأطراف المعنية مرة أخرى باقتراحي لتجنب الخطوات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر. إن إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافيا ضمن حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية هو مفتاح السلام في المنطقة. ونحن في تركيا نواصل العمل لتحقيق هذا الهدف. لقد أظهرنا أننا نقف إلى جانب إخواننا في غزة من خلال إرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية حتى الآن. ومن الآن فصاعدا سنحشد كل مواردنا من أجل أشقائنا في غزة والفلسطين. أعضاء الصحافة الأعزاء، سنذهب بعد قليل إلى أربيل
المحطة الثانية من زيارتنا العراق. بداية سنلتقي مع إخواننا التركمان، أحد العناصر الأساسية في العراق، وفي أربيل سنناقش فرص التعاون الإضافية. وبهذه المناسبة أود أن تعلموا أننا لا نميز بين مختلف المجموعات العرقية أو الطائفية أو الدينية في سياستنا تجاه العراق. وبغض النظر عن العرق والطائفة، فإن الشعب العراقي هو شعب شقيق وصديق لنا. نحن نرى العراق ككل، كوحدة واحدة، ونعلق قيمة كبيرة على ثراء العراق الديمغرافي. وإن شاء الله ونأمل أن نستمر في النظر إلى علاقاتنا مع العراق من منظور الصداقة والأخوة والجيرة. وكما كان الحال في الماضي، سنواصل دعم إخواننا العراقيين في السراء والضراء. وأمل أن تؤدي زيارتي التي جاءت في وقت حرج بالنسبة للتطورات الإقليمية إلى بدايات جديدة. وأود أن أشكر جميع الأشقاء العراقيين، وخاصة أخي دولة الرئيس سيد السوداني، على حسن الضيافة. مرة أخرى أشكركم باسمي وباسم بلدي وشعبي، أقدم لكم تحيات القلبية. وأمل أن تكون مشاوراتنا والقرارات التي اتخذناها بادرة خير. وأحييكم جميعا بكل احترام. شكرا.